قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليست هذه الآية خاصة بالشرك، بل إن الكفر الأكبر قرين الشرك، فالكفر المخرج عن الملة لا يغفره الله عز وجل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم مبينا أن الشرك والكفر شقيقان وقرينان، قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.